خمس حاجات يا صديقي تخليك تجيب الليجندري، تعال اقولهم لك كده بسهوله وبسرعه. اول حاجه يا صديقي الخامات المقدم منها الليجندري. الليجندري معمول ضد الميه، ضد النار، ضد الحشره، ضد الفار، ضد كل حاجه ممكن تتخيلها. هو كمد يعني خاماته على قد سعره، مش هنقدر نقول غير كده لان الناس فاكره رخيص. رقم 2 يا صديقي هو الايكو سيستم بتاعه او المودز الكتيره اللي موجوده جواه. جواه صديقي هتلاقي فيه حوالي 3 او 4 مودز زي ما انت شايف كده. بتلاقي المودز في عندك الايكو، في عندك مثلا البار العادي، في البار ماكس، ودي حاجه معموله جديده للناس اللي هي اصحاب السحابات الدخانيه عشان ما تقلقش حتى لو بطاريتك فيها الربع بس يا صديقي، البطاريتين فيهم الربع، هتقدر ساعتها ان انت تاخد هاي بار منه كده زي ما بنقول. الشريحه الاي اس رهيبه صديقي. ثالث خاصيه فيها صديقي واللي بجد بجد هتخليك تشتري هذا الجهاز، وهو السمارت لوك بتاعه. السمارت لوك بتاعه ايه ده؟ هو سمارت لوك حراري، وده اول مره او اول شركه في العالم تستخدمه يا جيك فيب. ببساطه جدا بتمسكه في ايدك كده يا صديقي شغال اهو. طب لو انا ماسكه كده مثلا عادي من غير ما ايدي تلمس الظهر اهو، تحاول تشغله مش هيشتغل يا صديقي، لان سمارت لوك هو عباره عن حراري. كنت عايز اصحح لحد من ريفيور، سمعت ان هو قال ان يا جماعه ده لو موجود جوه شنطه الظهر مثلا هيشتغل لوحده ودي تبقى مشكله. لا يا صديقي، عمره ما هيشتغل غير بحراره ايدك، وايه دقيق بطريقه مرعبه. رابع حاجه صديقي تخليك تجيب هذا الجهاز وانت مغمض عينك، يعني اللي هو ايه التايب سي بتاعه هنا او مدخل الشحن بتاعه، هو مدخل خارق للطبيعه. تقول لي يعني ايه خارق للطبيعه؟ اقول لك 5 فولت 3 امبير، ده امر مش عادي جدا ان انا اشحن بيه بطاريات نيكل، فدي حاجه تحسب لي طبعا. خامس حاجه صديقي واللي بتميز هذا الجهاز عن اي جهاز تاني لحد وقتنا ده ما شفتهاش في جهاز تاني، وهو الايكو مود. الايكو مود بتاعه هو نظام يعني ايه؟ نظام ان انت معاك ربع البطاريه او البطاريه فاضيه منك، البطاريه فيها شرطتين ثلاثه حاجه كده، اللي هو انت ايه؟ انت عارف انها مش هتكمل معاك، وانت ماشي بنص اليوم وعارف ان انت مش هتقف في حته تشحن، فتروح واقف يا صديقي جايب الايكو مود. واول ما بتجيب الايكو مود الموضوع بيتغير تماما، بتلاقي حتى الضربه اللي انت عايزها اتغيرت، بتلاقيه كمان ما بيقولكش انا هديك واط او هديك كذا، لا هو بيقول لك سيب لي نفسك انت والبطاريه وانا هدلعك انتوا الاثنين، هخلي البطاريه ما تخلصش معاك على مدار اليوم وهخليك انت صديقي مستمتع بالنفس او البرودكشن اللي انت بتطلعه. بس كده، دي كان 5 حاجات سرعه كده يخلوك تجيب الليجند 3 من جيك فيب.